السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة مالي في الجزائر أو رقم السفارة المالية في الجزائر. رقم التليفون 00213-215-47-214. يبقى تاني، رقم سفارة مالي في الجزائر أو رقم السفارة المالية في الجزائر 00213-215-47-214. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.